غيرك تسمع ليك. اتنين، انا لعبت 10 مباريات مضغوط جدا مضغوط جدا، كان فيهم ماتش كاس، كان فيهم ماتش النصر في الكاس، مظبوط. النهارده بيقول لك لا احنا عايزين ناجل مباراه الزمالك واسوان في الكاس، ده على اساس ان انا كنت بلعب برضه النصر ما كانش في الكاس لما اتضغط. يعني انا مش عايز اقول ان انا مش انا صاحب القرار، اوكي، لكن طالما حصلت مع فرقه مش هنسمح ابدا انها ما تحصلش مع فرقه، مش هنسمح ده، لان انت حصل فيك ده، اوكي، لان انت اتضغط وهتتضغط. طب انا عندي الاسماعيلي يوم 9 وعندي ام بي يوم 12، يعني 9 و12، انت عايز تلعب من يوم 6 وتريح لحد يوم 12 يا صلاه النبي، يعني واحنا كده قاعدين جنب ما فيش مشكله، يعني بندي لك الدوري واحنا ساكتين.